هاد الناس ما عرفتش اشنو بغاو بالضبط صراحه، ما عرفتش اشنو كيطلبوا مني. ما كنفهمش انا التناقض ديال هاد الناس اللي كتقول لكم الضره وكتحرض رئيس الاتحاد الملاك باش انه ما يتوصلش بالطلب. هذا كنظن تناقض واضح. الاخوان اللي خدامين عندي تلقين القران في المحل، جات هبطت لعندهم كتقول لهم تفوا القران راه كيزعجني. هذا كنظن الله اعلم، المساله كتبقى بين قوسين، كتخوي عين الماء على الزبائن من النوافذ ديالها، ما عرفناش الماء موسخ ولا ممكن. ظن هذه مساله ما يتقبلها حتى شي واحد، ما يبغيها حتى شي واحد. السلام عليكم. انا معكم اليوم، بغيت نكذب واحد الخبر ديجا تنشر في الموقع ديالكم ديال الطنجاوي. كنشكروا بهذا التلبيه الدعوه ديالكم. انا كمستثمر استثمرت في واحد مجمع سكني مسنانا غولف، درت واحد ليتشيريا واحد الجزارة باش نقربوا شويه الساكنه المتطلبات ديالها. فاذا بي كنتفاجئ بواحد السيده ساكنه في نفس العماره فين عندي المحل. واحد النهار عطات الدراري، ما كنتش انا هنا في المحل، جات كتغوت عليهم، جات مع شي اشخاص ما عرفتهم شكون، كتغوت عليهم وكتصدعهم لا وكتسبو تشتم. وكانوا بعض الزبائن عندنا في المحل من ضمنهم تبع الساكنه اللي غادي يدلو بالتصريحات ديالهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. وكنا غنتابعوها قضائيا، نديروا بها الشكايه للسيد الوكيل الملك. فاذا بنا الساكنه وراعينا الجوره وراعينا المسائل، زعما الناس طلبونا ومن ضمنهم الساكنه والجيران، نزلنا على هذه النقطه هذه، ما وضعناش الشكايه ديالنا. ورغم انه عندنا الكاميرات الحمد لله في المحل، راه كنظن الامور واضحه. من ضمن المسائل الاخرى انه السيده كتخوي علينا الماء من من من, من كتخوي علينا الماء على الزبائن من النوافذ ديالها، ما عرفناش الماء موسخ ولا. وكنظن هذه مساله ما يتقبلها حتى شي واحد، ما يبغيها حتى شي واحد، كتعتبر بحال مساله قله الادب. وكاين صور على هذا الشيء كامل، وكذلك كترمي علينا القمامه ديالها من الشراجم ديالها، كاين صور كتدلى في هذه النقطه. وعينما نشكاو للناس ديال السانديك. اما بالنسبه فيما يخص الخبر اللي قالت ديال ان لاهوت ولا كليماتيزاسيون كتبرزتها، كنظن الاخوان راه كاين الحمد لله كاين وسائل باش الاثبات انه حنايا. نتوما بيدكم جيتو شفتو سمعتو واش كاين شي ازعاج ولا شي حاجه؟ واش كاين شي تزنزيل هنايا؟ واش ها؟ وجاو الساكنه وجاو. وحاجه اخرى، داك الفيديو اللي حطات في عطات لكم باش نشرتوه ديال الفيبراسيون، داك الصداع، هذاك فيديو مفبرك. انا عندي الفيديو الاصلي، ما فيش هاد سميتو هو الفيديو الاصلي، غندلي لكم به، ما فيش هاد الازعاج كامل وهاد الصداع اللي كتقول هاد السيده. الكلمه دابا هي اللي خدامه، دونك هي اللي كدير هاد الصوص هذا. بالنسبه للمكيف اللي حنا ركبنا، مكيف من نوع ممتاز اللي كيستجب كيستجب للمعايير الدوليه، من نوع ممتاز، مسائل جديده، ما فيها لا صداع لا والو. وكذلك بالنسبه للهوت الموتوريزاسيون ديال ليكستراكسيون اللي مركبين ليكستراكسيون موتور، يعني من نوع جيد كذلك، مع من سيلونسيو اللي كيتسمى سيلونسيو، ما فيش لا صداع لا والو. ورغم ان عندنا حنايا غير عندنا فقط ليتشيريا، ماشي شي حاجه اللي عندنا فيها الدخان ولا شي حاجه اللي فيها الصداع كامل. طلبوا لنا الساكنه، قال لكم لاهوت نطلعوا الطوبو ديالها حتى للسطح، قلنا ما كاينش اشكال. درنا الطلب ديالنا للسيد ممثل الساكنه، وطلبنا للشركه اللي كتسهر على التسيير ديال المجمع اللي هي كاب سانديك، طلبنا لهم صيفطنا لهم ان ليتر عن طريق عام قضائي باش يعطيونا الترخيص باش نطلعوا لاهوت حتى للسطح، ما يكونش عندنا ضرر صداع مع الساكنه ولا شي توقيف ولا شي حاجه. الطلب اللي درت للممثل الساكنه رفض يتوصلوا بطلب من الاب ديال هذه السيده هذه،
اللي قالوا للسيد مهدي السكينه ما توصلش بداك الطلب، وعندي ما يفيد انه امتنعوا سميتو لانه عندي محضر عون قضائي. والشركه اللي كتسير المجمع توصلوا به، ولحد الان مازال ما عطاونيش شي رد عليهم. انا مازال كنستنى الوقت القانوني اللي هو 60 يوم باش ندير الاجراءات ديالي. هاد السيده نهار نهار 8 في شهر 10 دار واحد الجمع العام استثنائي ديال السكينه. ما كنفهمش انا التناقض ديال هاد الناس اللي كتقول لكم الضره وكتحرض رئيس الاتحاد الملاك باش انهم يتوصلش بالطلب. هذا كان تناقض واضح. حنا من نهار الافتتاح ديال المحل ديالنا السيده جابت واحد السياره كبيره ديال النقل المدرسي حطات لنا مع الباب ديال سميتو، والساكنه كامله كتشكى من هذه السياره اللي واقفه هنايا كتجمع الزبل، كتجمع حاشاكم الوسخ هنايا ما عرفناش بالضبط. الى كاين حتى الصور كتبين، وكاين حتى لي زوديو ديال الناس الساكنه كيهضروا في هذه النقطه هذه في الجروب مجموعه الواتساب ديال الساكنه كيقولوا اللهم انا منكر على هذه السياره اللي حاطه لنا هذه السياره، انا ما خلاتناش في النقطه السيارات ديالنا، ان هي السياره حطاها عكس السيارات كاملين، الناس كيوقفوا بواحد لو سونس هي حطاها سونس انفيرس باش تشد بلايص بزاف وما فهمتش المهم على اين. واحد النهار جات هي والاب ديالها واحد شي ناس اشخاص ما كنتش عارف شكون وما كنتش حاضر هنايا. جات كتغوت على في المحل، لقات الخدامه كتغوت عليهم هي والاب ديالها وما عرف شكون اللي جا مرافق ليها. احنا كنا غنتابعوها قضائيا لولا انه رئيس اتحاد الملاك والساكنه طلبوا لنا قال لك تغاضى على هذه المساله هذه، ودرنا بالناقص صراحه الله ما درنا ما حطيناش الشكايه ديالنا في هذا الموضوع. واحد النهار جات الاخوان اللي خدامين عندي تلقين القران في المحل، جات هبطت لعندهم كتقول لهم تفوا القران راه كيزعجني. هذا كنظن الله اعلم المساله كتبقى بين قوسين. دابا تينا شنو المطالب ديالك؟ كنكذبوا بطبيعه الحال داكشي اللي قالت هي في التصريحات ديالها. وانترطو حنا كنبينوا لكم الحقيقه اللي كاينه، والسكان مساعدين كاين الساكنه اللي مساعده باش يدلوا التصريحات ديالهم، وحتى الممثل ديال الساكنه راه حتى هو مساعد انه يدي التصريحات ديالو والشهاده ديالو في الحق لا اقل ولا اكثر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.